دولة رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، أصحاب السعادة، إخواني أخواتي، الله يسعد أوقاتكم. بداية اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي البالغة بوجودي معكم في هذه الصبيحة الجميلة وفي هذا المكان الرائع على ضفاف دجلة وفي هذا المؤتمر الواعد الذي إن دل على شيء فإنما يدل على بداية حقبة جديدة من التحول الإيجابي في مسيرة إعادة البناء للاقتصاد العراقي وفي تعزيز النمو المستدام لبلد يملك إمكانات هائلة على جميع الأصعدة الجغرافية والطبيعية والبشرية والحضرية، بلد اسمه العراق. عندما دعيت للمشاركة في هذا المشروع الاقتصادي الكبير وهو بنظري مشروع وليس مؤتمراً، لم أتردد لحظة في قبول الدعوة، وشعرت كأن قلبي يسابقني إلى هذا البلد العظيم، وشعرت بالفخر والاعتزاز لأن أستثنى بالجلوس بين ناس أحبهم وأحترمهم وأقدر جهودهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم، وأعني بهم أنتم الذين لبيتم الدعوة إلى هذا المؤتمر. لن أطيل عليكم أكثر، لأن كلامي مهما اخترته ونمقته سيبقى كلاماً عاطفياً، بينما حضراتكم جئتم إلى هنا لتستمعوا إلى كلام واقعي، كلام مستقبلي، كلام يرسم أمامكم خارطة طريق للوضع الاقتصادي والصناعي للعراق في السنوات المقبلة. ومن أولى وأقدر في رسم خطوط المستقبل أمامكم من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني. دولة الرئيس، نتشرف باستقبالك على هذه المنصة. هذا شرف كبير لي أن أتقاسم مع دولتك هذه المنصة. اسمح لي بداية يعني أن أهنئك. أهنئك على إنجاز عظيم حضرتك وحكومتك. إنجاز تحقق هيك دون أن ندري. تحقق شعر به كل الناس في العراق وفي الخارج، وهو إعادة الثقة إلى طريقة الحكم، إلى الدولة في العراق، فمبروك. دولة الرئيس، واضح من تصريحاتك في الداخل والخارج أنك تحاول أن تقدم الاقتصاد على السياسة والأمن، هذا جيد، ولكن هل أنت واثق من الوضعين السياسي والأمن في العراق؟ هل أصبح هذان الوضعان في حالة استقرار تطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في الصناعة أو غيرها في المجالات الاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب كل ترحيب بالأشقاء والأصدقاء، القطاع الخاص المحلي الذين يشاركون وزارة الصناعة في هذا المؤتمر النوعي. أرحب بكم أستاذ جورج، شكراً على هذه المقدمة والكلمات المخلصة والصادقة تجاه العراق ومستقبل العراق. لله الحمد، اليوم نتحدث بكل ثقة واطمئنان عن عراق جديد، عراق مستقر، مستقل،
موحد قوي مزدهر إن شاء الله. إن شاء الله. بهمة أبنائه الغيارة، أبناء الشعب العراقي الذين تصدوا لأعتى هجمة إرهابية عرفها التاريخ بكل مكوناتهم وأطيافهم، وسطروا أروع ملحمة، ملحمة النصر الكبير على داعش الإرهابية. العراق تصدى لهذه الزمرة ليس فقط دفاعاً عن أرضه، وإنما دفاعاً عن المنطقة والعالم والإنسانية جمعاء. اليوم أمنياً ولله الحمد نحن في أفضل حالاتنا، تتواجد قواتنا الأمنية وتسيطر على كل أرجاء العراق، لا يوجد تهديد من داعش. داعش مجرد زمر صغيرة تختفي في الكهوف في الجبال، لا تسيطر على متر واحد من العراق، وبالتالي لا يمثل لنا هذا التهديد أمني. قواتنا الأمنية بكل تشكيلاتها وصنوفها قادرة على فرض الأمن وإحلال السلم في كل أرجاء العراق. سياسيا أيضا، هذه الحكومة تحظى بدعم سياسي واسع النطاق، وراءها كتلة برلمانية مؤلفة من 280 نائب من أصل 329 أعداد أعضاء مجلس النواب. هذه الكتلة ائتلاف إدارة الدولة يمثل كل مكونات الشعب العراقي والقوة السياسية الأساسية في العملية السياسية بعد 2003. في نظام نيابي الحكومة تحتاج أكيد هذه الكتلة النيابية. نعم. هذه كلها مقومات وعناصر قوة لأن نتوجه بخطط واعدة في التنمية والاقتصاد والإعمار والخدمات. يعني حضرتك مطمئن وتدعو المستثمرين إلى القدوم إلى العراق؟ بتقديري الآن الوقت المناسب، وأدعو كل المستثمرين الذين يتواجدون هنا في هذه القاعة، نعم، إلى اقتناص ما يعرف من فرص استثمارية قد تكون موجودة اليوم لكنها لن تبقى متاحة في الوقت القادم في ظل خطط وبرامج وسياسات سترى النور قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا ندخل بالموضوع. ببرنامجكم الحكومي وضعتوا 5 أولويات للنهوض باقتصاد العراق: معالجة البطالة، مكافحة الفساد، مواجهة الفقر، تحسين الخدمات، الإصلاح الاقتصادي. اللي بهمنا بكل هالأولويات هو الإصلاح الاقتصادي. من أين ستبدأون إن لم تكونوا قد بدأتم؟ مفردة الإصلاح الاقتصادي اعتاد عليها الجميع هنا في العراق، تأتي في إطار البرامج والمناهج الوزارية للحكومات السابقة، قد تكون هدف سابقا لكنه لم يكن أولوية في السياسات، الآن أولوية بالنسبة لنا. حلو. كيف تكون أولوية؟ لا يمكن أن نبقى أسرى للاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على إيرادات النفط، هذا أولاً. اثنين، هناك تنامي في التزامات الدولة تجاه أبناء الشعب على مستوى الوظائف والخدمات والاستحقاقات الكثيرة والمتنوعة، وهذا ما كان واضحاً في موازنة الثلاث سنوات التي قدمت إلى مجلس النواب من خلال الحجم المبلغ والعجز الذي موجود فيها. إذن لابد أن نفكر بقطاعات أخرى يجب أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفط. أهم هذه القطاعات الصناعة والزراعة، لذلك نحن نتوجه إلى قطاع الصناعة من هذه الخلفية، فضلاً عن أن العراق بلد صناعي مثل ما نتكلم نقول بلد نفطي بحكم الاحتياطيات والإنتاج، ونقول بلد زراعي بحكم نهري دجلة والفرات والأراضي الموجودة والتاريخ. هو بلد صناعي
لماذا؟ لأن هناك بنى تحتية، هناك موارد طبيعية لم تستغل لحد الآن. العراق البلد الأول في احتياط الكبريت على مستوى العالم. العراق البلد الثاني في احتياط الفوسفات على مستوى العالم. العراق فيه من المعادن الكثيرة التي لم تستغل، يعني السيليكا موجودة في العراق بنسبة نقاوة 98% وهي الأكثر قياسا لمثيلاته، وهكذا. إذن هناك ثروات طبيعية يجب أن تستثمر بالشكل الأمثل الذي يعود بالنفع على خلق صناعات تغطي احتياجات السوق المحلية. هذا المؤتمر مؤتمر نوعي لأول مرة يحصل. صحيح. عندما نتكلم عن البتروكيماويات، العراق كان في الثمانينات يصدر البتروكيماويات لدول المنطقة، الأسمدة أيضا كان يصدر، الآن يستورد حتى نغطي احتياجات الخطة الزراعية. يحتاج لنا مو أقل من 1,000,000 طن من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية. صحيح. وهذه كتلة نقدية تذهب إلى الخارج. طيب، إذا المواد الأولية متوفرة عندنا وإذا حاجة السوق موجودة، ليش ما ننمي هذه الصناعة؟ صحيح. هلأ السؤال، نحن شفنا بالتقرير اللي عرض قبل قليل أنه الصناعة في العراق مرت بعد العام 2003 بخريف، بقى ما هي خطتكم للنهوض بهذه الصناعة مجددا؟ يعني ما هي الأمور العملية أو القرارات العملية التي ستتخذ للنهوض بهذه الصناعة؟ بعد 2003 دخلنا في مرحلة أنا دائما أسميها في أكثر من مناسبة إعلامية أنه الاقتصاد الهجين، اللي يجمع بين الاقتصاد الاشتراكي اللي هو أصل فلسفة الاقتصاد العراقي من السبعينات والثمانينات، واقتصاد السوق الاقتصاد الحر. بعد 2003 كل الحكومات السابقة، وأنا كنت جزء في حكومتين، كنا ندعم المؤسسات الدولة، شركات الحكومية ندعمها، وبنفس الوقت نفتح المنافذ والأسواق للسلع المستوردة. ففعلا كان اقتصاد هجين، لم تكن هناك خطوة عملية حقيقية حتى نحقق هذه الانتقالة ونحدد هوية الاقتصاد العراقي اللي من خلاله تبنى الخطط والسياسات والبرامج. هذا يراد له بصراحة يراد له عمل مضني وعلى مراحل. نعم. اليوم احنا توجهنا بهذه العناوين اللي طرحتها وزارة الصناعة، مشكورة وحيهم على هذا الجهد الذي استمر طيلة أشهر، يعني مو عمل هذا ما اليوم يومين وعدينا مؤتمر، وإنما هناك لجان متخصصة تعمل ليل نهار حتى تهيئ هذه الفرص وفق دراسة. طرحنا هذه الفرص لأنه ثروات موجودة، أكو حاجة بالسوق نحتاجها، لذلك نعتقد أن هذا أولوية بالنسبة لنا للاستثمار في هذه الفرص المعروضة. في ناحية تانية، يمكن نقطة ضعف هي موجودة في العراق، في لبنان، في عدة دول من دولنا، وهو الترهل، وهو الفائض في عدد الموظفين والعاملين في القطاع العام، خاصة وزارة الصناعة هنا، كما فهمت من معالي وزير الصناعة أنه عدد العاملين في هذه الوزارة يفوق 100,000 موظف. هل هنالك نية لمعالجة هذا الوضع من الفائض الوظيفي في إدارات الدولة؟ اولا اعلن هنا، رغم ان هذا العدد فعلا عامل يثقل كاهل الدوله، لكن لن يكون عامل محدد امام الشركات التي تنوي الاستثمار. حتى يكون واضح، عندما تاتي تستثمر في مصنع الفوسفات، عندنا 2003 نحدد ايش قد احتياجه انت شريكنا في القطاع الخاص، ايش قد تحتاج 100 200 500، اوكي هذه ال 500 تدخل ضمن الدراسة الجدول الاقتصادي، ما عدا ذلك تتحمل الدولة. بمرور الوقت عندما نحول هذه الشركة إلى رابحة، هناك راح يصير عندنا عدة خيارات، نشتري خدمة، نسرح، نعطي تقاعد، ممكن نحتاج العدد كله. لن نلجأ إلى عملية خصخصة بما فيها من آثار اجتماعية وسياسية، ولن نثقل كاهل المستثمر بهذه العمالة. هون بتخليني أدخل إلى موضوع مهم جداً.
حكومتكم تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام. طيب ما هي المحفزات التي ستقدمونها للقطاع الخاص؟ نحن بدأنا للأمانة منذ عام 2010 بهذا التوجه، لكن بسبب الظروف والتحديات لم تكن هناك استدامة في هذه الخطوة. وإلا عندما نأتي في عام 2010 شرعت أربعة قوانين: قانون حماية المنتج الوطني رقم 11 لسنة 2010، قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010. كانت رؤية حاضرة لدى أصحاب القرار على المستوى التشريعي والحكومي، لكن الخطوات العملية الأخرى المكملة لهذه الفرشة من القوانين التي توفر لشركات القطاع الخاص للأسف لم تكن فيها إجراءات عملية حتى تسهل وتهيئ الظروف للقطاع الخاص. اليوم عندنا العراق عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم، وهذا كل الشركات العالمية تهتم بهذه المفردة. صحيح. هناك امتيازات كثيرة نعطيها. عندنا قرار في الحكومة نعطي للتصدير لمن يصدر منتج وطني 18% من الكلفة نقدا. يعني اللي يجي يشتغل في العراق وينتج هذا القلم ويصدره خارج العراق نعطيه 18% من المنتج نقدا. المستثمرين مهمه، وهكذا 15% للمصنع، 5% للمادة الأولية. قانون الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل. المشكلة عندنا مشاكل في الاستثمار، ليس في القانون وإنما في السياقات، في التنفيذ، في الإجراءات، في الإدارة، لكن على صعيد التسهيلات والمزايا اللي موجودة هي الأفضل لا أبالغ في دول المنطقة. الرأسمال جبان، المستثمر لما بيجي على بلد بيبقى خايف. شو الضمانات اللي بتعطوها للمستثمر؟ ضمانات يعني رأس ماله. نعم. يرجع بيرجعه إذا صار شيء، يعني شو الضمان لرأس ماله؟ تعرف أنه أكثر معاناة وزارات الدولة كل أو أغلب القضايا، بنقول كل أغلب القضايا اللي تصير فيها منازعات في المحاكم العراقية تحسم لصالح القطاع الخاص. حلو. وهذا في الدليل على أنه بس أنه هل هنالك قانون يضمن؟ لا، هذه القوانين اللي تحدثتها. نعم. هذه الفرشة من القوانين. نعم. هذه القرارات، هذه التسهيلات. اليوم احنا يعني نزلنا الى مستوى نتابع مشروع على مستوى المتحدث رئيس وزراء، الوزراء، نواب رئيس الوزراء، البرلمان بلجانه المعنيه يتابع المشروع ويذلل كل المعوقات. هناك توجه عام ليست فوره وقتيه وانما توجه حقيقي. انا تحدثت في البدايه وارجع واكد، فعلا نواجه مشكلة في تغطية كامل الإنفاقات. عندنا مثل ما تفضلت هذه الحكومة وضعت أولويات. عندما نضع أولوية مكافحة البطالة كيف؟ بالتوظيف الحكومي. ما هو احنا وصلنا إلى رقم ما نقدر نستوعب كل الخريجين. صحيح. البديل هو أنه خلق قطاع خاص مساند يساهم في توليد فرص العمل. نعم. ويحل هذه المشكلة بالنسبة لنا. إذن هو أولوية بالنسبة للدولة العراقية بكل سلطاتها. نعم. وبالتالي كنا معنيين بتقديم كل الضمانات والتسهيلات والدعم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. حلو. دولة الرئيس، بيبقى في مشكل تاني، مشكل آخر أمام الصناعة. نعم. كل الصناعات المحلية. هل تعتقدون أنه الصناعة العراقية مستقبلا إن شاء الله قادرة على منافسة الإنتاج الصناعي في دول الجوار اللي عملتها منخفضة جدا واللي قادرة على المنافسة، مش منافسة بس عم تنافس الصين بقى؟ كيف ستحمون الصناعة المحلية في العراق؟ طبعا احنا نعتز بالتجارب الرائدة في الدول العربية الشقيقة. قطعة شوط كبير وهذا مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا.
لكن بالتأكيد ما يمتلك العراق من كفاءات وخبرات وقدرات وما لدينا من موارد طبيعية وبشرية، أستطيع أن أتكلم بكل ثقة أن العراق قادر أن يخلق صناعة وطنية متطورة تنافس الصناعة المحلية والدولية. هل سيكون هنالك حمايات للصناعات العراقية؟ حماية جمركية؟ نعم، هناك حماية المنتج، هناك القوانين والقرارات الداعمة، هناك أيضا فلسفة جديدة لهذه الحكومة، الشراكات الاقتصادية بين العراق ودول المنطقة، هذه أيضا كفيلة بضمان الاستثمارات والأعمال المشتركة التي ممكن أن تنفذ. طيب، إذا تم هنالك حماية للصناعة المحلية في العراق، كيف ستوازنون بين مصلحة المواطن ومصلحة المنتج الصناعي أو المنتج الصناعي؟ من خلال القوانين، قانون حماية المستهلك سوف يكون موجود من خلال المجلس الذي تم تشكيله مؤخرا، نضمن من ناحية عدم تأثر المستهلك بالأسعار وبالنوعية. احنا نريد صناعة، لكن نريد صناعة وفق المواصفة، وبصراحة المواصفة العراقية من أدق المواصفات في المنطقة، وبنفس الوقت نريد نوفر حماية للمنتج المحلي، خصوصا وأن السوق العراقية اليوم أصبحت وجهة لكل الصناعات في دول المنطقة والعالم. نعم، أكيد نشجع على التبادل التجاري، لكن بالتأكيد لن نبقى نتفرج أن يكون العراق سوق استهلاكية للسلع المستوردة. يعني بفهم أنا أنه رح بيصير في مراقبة مثلا للأسعار في السوق لحماية المستهلك، لحماية المواطن. نعم، في آليات عمل نظمتها هذه القوانين سوف تساهم في تحقيق هذا التوازن بين حماية المنتج، حماية الاستثمارات، وبين حقوق المستهلك. نعم، دكتور رئيس، تتحدث حضرتك دائما في زياراتك الخارجية عن الدبلوماسية المنتجة. هذا مفهوم جديد، يعني بس يحتاج إلى شرح إذا تتفضل. نعم، تبنينا هذا المصطلح من باب أنه أريد أنه من خلال الدبلوماسية، من خلال إقامة العلاقات مع دول الشقيقة والصديقة، أن تفضي إلى تطور يصب في مصلحة الطرفين، يضمن المصالح المشترك. اليوم من نتحرك إلى الدولة سين أو صاد، أريد نبني فد علاقة تستند إلى شراكة، خصوصا ونحن نضع الاقتصاد كأولوية في عملنا في تحركاتنا. هذا من شأنه أنه يعزز العلاقات ويحافظ على الأمن والاستقرار، ونحن أحوج ما نكون إليه في العراق وفي المنطقة. من الممكن أن تفتح علاقات وتستهلك الوقت في زيارات واجتماعات، لكن من المهم جدا أن نستثمر الوقت في خلق شراكات مع دول شقيقة وصديقة. هذه الشراكات من شأنها أن أولا تعود بالنفع على الطرفين، وثانيا تعزز العلاقة وترسخ مفهوم الاستقرار والأمن في المنطقة. لذلك بدأنا بجولة زيارات على مستوى المنطقة، ونحن مقبلون على مؤتمر مهم جدا أيضا في هذا الشهر، والذي يتعلق بطريق التنمية، بعد جولة من الزيارات للدول الشقيقة والدول الجارة، وصلنا إلى تفاهمات أولية لطرح هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للعراق والمنطقة. سوف نتكلم عن مشروع بمكونات من الميناء إلى المدينة الصناعية إلى المدينة السكنية إلى الطريق الرابط بين الميناء الفاو وتركيا وصولا إلى أوروبا. هذا مو مشروع شركات وشركة أو وزارة وتتعاقد دول. هذا مصالح دول سوف تكون حاضرة على الطاولة للنقاش. هذه هي الدبلوماسية المنتجة التي تسهم في خلق التنمية في المنطقة. نعم،
هذا يقودني إلى سؤال: كيف تقيم اليوم علاقة العراق مع الجوار، مع الإخوة العرب، مع الدول المجاورة، إيران، تركيا إلى آخره؟ لله الحمد، في أفضل الحالات وصلت هذه العلاقات إلى مستوى من النضج والفهم الذي يستند إلى مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على سيادة ووحدة العراق. هذا فهم متطور ومهم جدا. أيضا حالة الاستقرار السياسي في العراق عززت هذا المفهوم. اليوم العراق تجاوز هذه المرحلة وأصبح محور في خلق وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، وهذا هو الدور الطبيعي للعراق، أن يكون له دور ريادي في المنطقة. هذا دورنا الحقيقي، مو نتقمصه. يجوز بفعل الظروف السابقة جعلتنا نتأخر، ولكن اليوم دور العراق مهم أن يتبنى عملية التقريب، ولله الحمد توفقنا في كثير من الملفات ونحن ماضون بهذا الاتجاه بالشكل الذي يعود بالفائدة على الجميع. الله يوفقكم. الله يبارك. أنا كان في عندي نية أن أستعين بالجمهور في طرح الأسئلة على دولتكم، بس يعني نصحونا أنه أن يسجل الحاضرون الراغبون في طرح أسئلة، أن يسجلوا أسئلتهم ويسلموها إلى منظمي هذا المؤتمر، لأن معالي وزير الصناعة سوف يعقد غدا مؤتمرا صحفيا حتى يجيب على كل التساؤلات التي يمكن أن تطرح من جمهورنا الكريم. مش عارف إذا بتحب توجه أي كلمة. أنا ما عاد عندي أسئلة، لأنه ما شاء الله عليك وضحت كل الأمور اللي كانت ببالي، بس إذا بتحب توجه أي كلمة إلى حضورنا الكريم تفضل. شكرا جزيلا لإدارتك الناجحة. بالعكس، أنا شرف المعتاد. أنا قلت لك وأعني ما أقول، لأنه يعني أنت رجل توحي بالمحبة وتوحي بالثقة، والحمد لله أنه بالعراق في رجالات مثل أفضالكم وأعضاء حكومتكم. الله يوفقكم دائما إذا بتحب. شكرا جزيلا لكم أستاذ جور. أكرر ترحيبي وشكري للقائمين أولا على إعداد هذا المؤتمر، وللمشاركين من الأخوة في العراق، من الأشقاء، من الأصدقاء. هذا المؤتمر فرصة مهمة، أتمنى أن تستثمر من قبل الشركات. أؤكد الحكومة جادة ولديها إصرار وعزيمة على دعم الشركات القطاع الخاص. نحن مستعدون أن نقف معاكم خطوة بخطوة في كل مراحل العمل. لن نترك المستثمر. لدينا مشاكل روتين بيروقراطية نعترف بها، لكن لدينا إرادة حقيقية على تجاوز هذه المشاكل. لن نترك المستثمر وحيدا في هذه العملية. اليوم الفرصة مواتية للاستثمار في العراق. نتمنى لكم التوفيق جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دولة الرئيس. شكرا.